يا ابني افهم، ده اسمه دوبل. يعني لما تيجي تدي البت بتاعتك معانا مش لازم تروح لها بنفس الثانية، خليك تيجي خليها تقعد تفكر يا ترى اتأخر ليه، يا ترى ما جاش ليه، وساعتها اهو تلاقيه فوق دماغك تقوم تتلخبط في شارع حمار، وساعتها يا معلم الفارس هتبقى واقف في ايدك. وعيش، المهم تعالى معايا واقف بعيد، اتفرج وشوف وتعلم مني. حاجة أنا كده يا نهار اسود، البنت اللي واقعة دي ده شبه محمود رمضان، الله يخرب بيت الفيسبوك على اللي يكلم بنات الفيسبوك. طب انا هعمل انا ايه طيب دلوقتي؟ هو مفيش الا حل واحد، اللي انا الف وارجع اكني ما شفتهاش.